ما بعد إعلان النتائج إن سمحت لي أستاذ سرمد، هل سنشهد أزمة سياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات؟ يعني في ظل التحذيرات الحالية من عودة المحاصصة في الحكومات المحلية، بالإضافة إلى الرفض الجماهيري من بعض الجهات السياسية والشعبية أيضا لها. أكو أمراض بجسم الإنسان تسمى داء، يعني داء السكري، داء لا سمح الله السرطان، او داء يعني يسموه داء. احنا عندنا بالعراق داء المحاصصه، هاي اللي موتتنا. زين، هي هاي المشكله اللي ما اعرف شو وقت راح نخلص منها. المحاصصه في كل شيء، حتى بالوزارات الامنيه، هذا سني، هذا شيعي، هذا كردي، هذا نسبته هلقد، لازم منصبين لهذا ومنصب لهذا. والله العظيم هذا الموضوع يعني إلي يسبب لي مرض، يعني إلي والغيري الكثير الآلاف يسبب لهم مرض داخلي، لأن إحنا ما ربينا على هذا كردي وهذا عربي وهذا سني، ما ربينا على هذا الموضوع، لكن هم دخلونا إياه مجبرين، دخلوه إلنا بهالأسلوب هذا. زين، فلذلك يعني ايش تتوقعين؟ يعني طبعا المحاصر راح يقول لك والله هذا مجلس محافظة مال بغداد، والله مثلا 49 واحد، والله 10 سنة وخمسة ومدريش قد شيعة ومدريش قد كرد، وهذه وناخذ المحافظ من أكبر كتلة. ويا ريت هم بالمناسبة المحاصصة داخل المكونات نفسها، هذا والله بالشيعة هذا دولة قانون، هذا فتح، هذا أساس، وترجع السنة هذا تقدم، هذا سيادة، هذا عزم. يا عمي والله العظيم أنا ما أعرف هذا الموضوع إلى متى راح نتخلص منه. يا عمي صيروا كتلة وحدة واشتغلوا على الأكفأ، شوفوا الأكفأ منه، خلوه يتبوأ مناصب. أكو عندنا محافظين هسه يشتغلون شغل لطيف وحلو وتفرح به، وأكو محافظ نايم وما تعرف شنو القضية، إيش دي يسوي. زين، وذولا مجالس المحافظات بالمناسبة أنا من شنو أخاف؟ تجي مجالس المحافظات والله جماعة فلان اقترحوا فلان شيء أو فلان مشروع، جماعة الأخرى قالوا لا هذا المشروع ما يمشي ما يجوز. وهذه تدرين خلت كثير من مبالغ المخصصة لإعمار المحافظات يرجعوا للخزينة، لأن ما يتفقون على المشروع. من يدفع الثمن؟ يدفع المواطن البسيط بالمحافظات. هي هاي المشكلة. وصلت الفكرة. نعم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من إيضاحات، الخبير الاستراتيجي أستاذ سرمد البياتي كنت معنا.